مرحبا بكم في الوصفات ديال عمر بن عمر. اليوم باش نشوفوا طريقه بوغ ريسيكلي المقارون ديالكم. كيبدا عندكم بحال هكذا مقارون ديال عمر بن عمر، درتوه بالشامبينيون لي بيتي مورسو ديسكالوب. كان ظل لكم ما تلوحوش، عندي طريقه باش يولي ابن حتى من المره الاولى. اول حاجه باش نبدا بها هي الخليط ديال لو غراتان دو بات اللي باش نديروه. ناخذ ريكوتا، كريم فريش، هذا باش يعطينا لانكتوزيتي ولو مويلو ديال لاباري الغراتان. نجم نقولو الغراتان نتاع المقارون. حلوهم مليح، نزيدوهم ثلاثة بيض، شوية ديال الملح وشوية ديال الفلفل الأكحل، ونخلطهم بحال باش نديرو اون اومليت. نزيدو المقرون ديالنا، ان بلا غراتان، بزاف ديال الجبن، وتوا باش ندخل الفرن لمدة 30 دقيقة. الغراتان ديال المقارون ديالنا حضر، مابقى لي كان باش نقولكم جاية طيبة. باي باي، على بروشين.